اهلا بيكم في حلقة جديدة. النهاردة هنرسم على لوح ازاز. لوح زي ده انا هرسم على ازاز صغير، يعني قطعة صغيرة. لازم في الاول نتأكد انها نظيفة، نغسلها كويس بالمية والصابون وقطع قيم، يعني نتأكد انها نظيفة، نمسحها كويس عشان هنرسم عليها. نعمل يبقوا شوية. بعد ما نضفناها كويس، محتاجين ألوان أي نوع، للزجاج مخصوص للإزاز يعني، وريليف. انا هستخدم السيلفر اللي هو الفضي، ومحتاجين فرش احجام صغيره. ومحتاجين تنر. وكمان النموذج اللي احنا هنشتغل عليه ده، النموذج بتاعي اللي انا رسمته عبارة عن وردة. هنعمل ايه بقى؟ هنحط الاساسة بتاعتنا فوق الشكل دوت اللي احنا عاملينه، نرسمه في الاول ونحضره، وبعدين نحط عليه الازازة كده ونثبتها، ثبتها كويس. اهم حاجة انها ما تتحركش واحنا بنشتغل، لانها لو اتحركت خلاص. بنشيل ديت وبنفتحها من جوه، انا فتحتها، وبعدين نركبها تاني. بس لازم على طول نتأكد ان المكان هنا نضيف، عشان ايه؟ يبقى يطلع الخط كويس يعني. ولازم ايدينا تكون ثابته، ونضغط على الانبوبه بنفس القوه عشان يطلع الخط مستقيم وزي بعضه. اظن واضح. طبعا دي اول تجربة ليا، فيا رب تنجح. في الاخر خالص بقى لما تنشف، عاوزين حاجة يعني مثلا شرحنا فيها حاجة باظت، حاجة طلعت كده غلط، فبنسويها بالقطر. ودلوقتي بعد ما خلصنا الشكل كله بنسيبه ينشف، وبعدين بنرجع نكمل. وده شكل الوردة بعد لما نشفت خالص، سيبناها تنشف خالص. ودلوقتي هنلون. طبعا دي مش محتاجينها، نشيلها. هنا بس ضفت جليتر اخضر، اي اشكال من الحاجات اللي بتلمع دي ممكن تضيفوها وممكن لا. نبدأ نلون. من الافضل ان احنا نبدأ بالدرجات الفاتحة،
درجات الألوان الفاتحة وبعدين نغمق. فرشة صغيرة مقاس 2 وفرشة دي مقاس 6. كل فرشة اللي يعني انتوا بالنظر كده شايفين ان دي تنفع، فمثلا هنا الحتة دي لو مساحة صغيرة بنستخدم لها اصغر، ولو مساحة كبيرة نستخدم لها اكبر كده يعني. هنبدأ طبعا ممكن من غير فرش، ممكن بده شيل دوت كده وبعدين دي نركبها هنا، نركبها كده ونبدأ ان احنا ايه نصب كده في الدرجات. طب ونخلي بالنا ان ايه ما ننزلش يعني من السائل ده كتير، لان لو نزلنا كتير هيفرش ويطلع بره. ادخل انا عملت هنا لون بينك وهنا لون احمر. طبعا في حاجة عايزة اقولها، بعد ما الريليف بينشف بتعدله لو في حاجة محتاجة تظبيط بالقطر كده، وبتساووا الاماكن اللي انتم شايفين انها مش كويسة، يعني طالعة كده او خط باظ منكم او حاجة، ف بتعدلوها عادي. ندمج الألوان كده مع بعض عشان يبقى شكلها حلو. طبعا ممكن لون واحد، يعني ممكن نعمل احمر بس.
لو في اي حاجة جت على الخط بتاعنا بنلحقه زي سلكت الأذن. بنسيب الرغيف ينشف حوالي يوم عشان نتأكد ان هو نشف خالص، لان في اماكن مثلا المكان ده اللي في النص ده انا مكترة فيه، فدوت هياخد وقت اكبر انه ينشف، لكن الخطوط العادية يعني هتنشف اسرع، فنسيبه يوم عشان نتأكد ان هو خلاص كده بقى تمام. طيب احنا كده خلصنا الوردة الكبيرة، عندنا بقى ايه الاخضر. خلوا بالكم من حاجة، ان دوت يعني ممكن يطاير، فخدوا بالكم تغطوها على طول، يعني ما تسيبوهاش مفتوحة. هنعمل بقى الورقة ديت، طبعا دي ألوان شفافة، في منها ألوان معتمة يعني اللون بيبقى قوي واضح. الألوان الشفافة بتخلي الضوء يدخل من خلالها يعني، إنما الألوان المعتمة ما بتعملش ده، بيبقى اللون قوي كده وواضح. الالوان دي سريعة الجفاف، ف مش هتفضل وقت كبير عشان تنشف، وممكن لما تنشف وحابين مثلا تضيفوا لون تاني بتضيفوا مثلا فوق يبقى لون افتح، يعني مثلا عاوزين تبينوا المنطقة دي تبرزوها اكتر. هنعمل هنا كمان اخضر، دايما تخلوا بالكم من المساحة عشان ما يطلعش اللون لبره. هجرب معاكم الطريقة التانية اللي هي اللي مش عايزة تتفتح ديت. هنركب دي هنا عشان اوريكم هتعمل ازاي. هركبها كده كويس، وبعدين بقى ايه نركز. ايه بدأ ينزل، يستحسن ما جربوهاش خالص انها تقريبا ما نزلتش حاجه، يعني بلاش خالص. لازم تنضفوها
وانا ما حبيتش الطريقه دي خالص، يعني الفرش احسن بكتير. نكمل بالفرشه، نعمل بقى الورده الصغنونه دي اللي فاضله، هعملها بالاحمر كلها. لو نلاحظ هنا هنلاقي ان الوردة ديت يعني بدأت تنشف، اللي احنا عملناه في الاول ده بدأ ينشف. ممكن كمان نعمل بالقطارة، قطارة تبقى زي كده. خلي بالنا ما نحطش كتير عشان ما يفرش معانا، وبالفرشة بنوزع. دي الطبقة الثانية تقريبا، انا الاولانية سبتها تنشف، دي الطبقة الثانية سبتها تنشف يوم عشان اتأكد انها خلاص نشفت. يعني بالنسبة للريليف برضو بسيبه يوم ينشف. وبعد ما حطيت الريليف اللي في النص هنا الاسود سبته برضو يوم ينشف. بص هات هنا ياخد كده، وبعدين أوزع على الأماكن كلها. الفرشة الفرش كلها اللي بنستعملها بعد كده اهوت بنمسحها كويس بمنديل، وبعد كده اهو بنحطها في التنف عشان تنضف. معلومة مهمة، لو حصل حاجة زي كده اهوت، في مثلا لون طلع بره ال، خلينا نظبط دي شوية. لو لون طلع بره المكان اللي انتوا عاملينه، الشكل اللي انتوا عاملينه بتلحقوه. لو حاجة حصلت زي كده اهوت وعاوزين تشيلوها، تشيلوها بالتنر. هنجيب بالتنر وناخد شوية على البتاع، على العود ده كده.
وبتتشال بكل سهولة. لو هنا مثلا على أي مكان تتشال عادي. ناخد تاني. تمام، مفيش أي حاجة. معلومة كمان، لازم يكون الحاجة اللي بترسموها على مكتب أو حاجة سطح، يعني سطح، ما ينفعش أمسكه بإيدي كده لأنه السائل هينزل، فلازم أكون حطاه كده على حاجة ثابتة وما أشيلهاش ولا أهزها لحد لما تنشف. وده الشكل النهائي للرسمة بعد ما حطيتها في البرواز. طبعا انا ما حطيتش هنا اهوت اي خلفية ورا، بس انتوا ممكن تحطوا، ممكن يبقى كمان ورق ملون هيدي انعكاس هنا او هيبان هنا يعني، عادي ده اختياري. يا رب تعجبكم، وأشوفكم إن شاء الله في فيديوهات تانية.